السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد العزيز زعابي، مهتم بالبرمجة بشكل عام، وأقضي وقت فراغي في متابعة تقنيات البرمجة واللغات المستخدمة، خصوصا مفتوحة المصدر. البرمجة بالنسبة لي هواية، ولا يكاد يمر يوم واحد دون أن أكتب فيه شيء في البرمجة ولو عمل بسيط. أحببت أن أنشر بعض ما يتعلق بأمور البرمجة للاستفادة، فرأيت أن أكثر شيء مناسب هو منصة اليوتيوب.